تزوج رجل من امرأة دون علم والديها وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة؟ هل تزوج رجل من امرأة دون علم والديها وبقي الزوجان في حيرة، هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة؟ وهل عليهما إيقاع الطلاق حتى يرضوا الوالدين؟ فما حكم الكتاب والسنة في هذا الزواج؟ هذا في التفصيل، يعني الأب هو الولي، كيف يتزوجهما؟ هذا ما يصلح. لكن إذا كان الولي عاضلا منعها من الزواج بغير حق، فالولي الثاني المزوجة بدلا من الأب لأخيها أو عمها موجود أقرب شخص بعد الأب يزوج، ولو ما دار الأب، إذا كان الأب عاضلا ظالما قد حجر عليها ومنعها من الزواج تسقط الآية، فيزوج من دونه إلى ابنه الذي هو أخوها أو أخيه الذي هو عمها إذا كان ماله أبناء أو كان أبناؤه مثله عاضلين أيضا مانعينها من الزواج، فالولي الآخر أن يزوج، وللقاضي إذا منعوا كلهم يزوج، إذا امتنع الأولياء يزوجوها بغير حق وعضلوها إما لمال كثير أو لعداوة بينهم وبين الخاطب أو لأسباب أخرى، فللقاضي ولولي الأمر أن يزوجوها ولو لم يعلم آباؤها أبوها وأخوتها، ولو سجنوا في ذلك لا بأس، لأن هذا من إذا تظلم عن المرأة. أما لزوجها غير أبيها بغير حق وبغير عظم من أبيها وبغير سبب شرعي، هذا يكون في النكاح باطل فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وأبوها هو الولي مقدم على بقية الأولياء. المقصود أنه إذا زوجت بغير أمر شرعي يكون النكاح فاسد، ويستحق الزوج والزوجة التأديب والتعزير من جهة ولاة الأمور حتى لا يعودوا إلى مثل هذا لا هم ولا غيرهم. أما إذا كان الزواج عن عضل من الأولياء وعن إذن شرعي من ولاة الأمور، لأن الولي عضل وظلم، فلا تسقط ولايته، لأن قال ولا تعضلهن، إذا عضلها أبوها أو إخوتها أو أعمامها أو بنو عمها وظلموها ومنعوها من الزواج دخل ولي الأمر، دخل القضاء ودخل ولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال السلطان ولي من لا ولي له، والعاضل ليس بولي. نعم. أنا شاب. إذا كان بينهم عداوة فتزوجت قبل قبل يودي من هو؟ يعني إذا كان المسجد قدم بينهم وبين أهل الزوج في حد ينظر ولي الأمر، ينظر ولي الأمر يرفع الأمر للقاضي والقاضي ينظر، هم يظلمونها لأجل شحنة بينهم في حقه، هو مات وأصبح ذلك، هو صالح في نفسه ويريدها وتريده، وش دخل هذه؟ يعطيه إياه ولا يروح له، لا يكون ولي تسامي باي ولي.